قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة في منطقة الستين بدمياط تم تنظيمها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضاف أن القافلة قد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية وضمن مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية وتمثل فيها القافل الجزء الصحي من المبادره الرئاسيه موجودين النهارده في دمياط الجديده منطقه مساكن الستين. طبعا دي منطقه من اللي فيها كتله سكنيه كبيره جدا، الى جانب كمان ان هي بتبعد عن اقرب مستشفى مركزي تابع لوزاره الصحه بحوالي 22 كيلومتر. القوافل العلاجيه من الخدمات المميزه جدا لوزاره الصحه، تتميز بحاجتين اساسيتين وهما ان هي بتقدم الخدمه الصحيه بتوصلها للمواطن لحد عنده تخفيفا على اهالينا من كبار السن وذوي الهمم اللي ممكن ما يقدروش ان هم يوصلوا للخدمه الصحيه المقدمه من وزاره الصحه بسهوله. النهارده احنا موجودين في قافله دمياط الجديده بنغطي فيها الخدمات العيادات الخارجيه اللي هي ناقصه هنا في مدينه دمياط الجديده لنتيجه لعدم وجود مستشفى عام او مركزي في مدينه دمياط الجديده. القوافل الطبيه بتقدم هنا 12 عياده تخصصيه. وزاره الصحه مشكوره بتدعمنا ب 12 عياده تخصصيه مجهزه من العيادات المتنقله باحدث الاجهزه الطبيه جواها، وتدعمنا بالاخصائيين والاستشاريين من الاطباء اللي على اعلى مستوى من الكفاءه. ومعانا كمان في هذه القافله صيدليه متكامله لصف الادويه بالمجان للمواطنين، معانا جهاز اشعه للكشف على المواطنين اكس راي. القافله بتشهد اقبال كبير في يومها الاول النهارده من الجمهور، معانا عيادات طبيه متخصصه بكل التخصصات الطبيه، الدكاتره الموجودين في العيادات بيكونوا اطباء اخصائيين استشاريين، معانا صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات الطبيه الموجوده في القافله. الصيدليه النهارده فيها حوالي 150 صنف من الادويه، بنسمح للمريض ان هو يقدر يكشف على مدار القافلة اليومين، يقدر يكشف في 4 تخصصات طبية مختلفة، ممكن يكشف تخصصين في اليوم الأول وبيتحول من عيادة لعيادة بناء على قرار الطبيب، ونفس الكلام في اليوم الثاني. لو في مريض أمراض مزمنة محتاج ان هو مثلا يتحول لمستشفى لاجراء تداخلي معين بنحوله للمستشفى من مستشفيات الاحاله اللي موجوده في المحافظه. بامانه انا جيت دلوقتي، انا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزاره الصحه على المجهود الجبار، لان تاني مره تيجي هنا عندنا في دمياط. بامانه خدمات فوق الوصف، والدكاتره معامله قمه الاخلاق والكشف كشف 100 100، وسياده الرئيس بامانه يعني بيهتم جدا بمشوار الصحه للانسان المصري.